جدد مرصد حقوقي تحذيراته من خطورة العبوات الناسفة والألغام المموهة التي زرعتها ميليشيا الحوثي على حياة المدنيين في الحديدة، مشيرة إلى تسببها في مقتل وإصابة العشرات. وقال المرصد اليمني للألغام في بيان على تويتر إن الميليشيا زرعت عبوات مموهة على شكل حجر محشوة بمواد شديدة الانفجار تعمل بتقنيات متعددة، حيث يمكن أن تنفجر عن طريق الدواسة أو التحكم عن بعد أو عن طريق الكاميرا الحرارية المزودة بها. المرصد أورد نماذج لتلك العبوات التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق سكنية وفي مجاري السيول بمديرية حيس، داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي أجسام مشبوهة والإبلاغ عنها. أسامة القصيبي مدير مشروع مسام لنزع الألغام ينضم إلينا حول هذا الموضوع. سيد أسامة أهلا وسهلا بك. ألغام حوثية مموهة منتشرة بين المواطنين، دعنا نعرف يعني ما هي أساليب الميليشيا في صناعة الألغام وتمويهها. السلام عليكم. أهلا وسهلا سيد أسامة، إن كنت قد سمعت. نعم تفضل. تنوعت اساليب تمويه الالغام او بالاحرى العبوات الناسفه في اليمن على مر السنوات الماضيه كلها. هناك احجار مموهه، هناك عبوات زرعت باشكال مختلفه بجذور شجر، زرعت داخل مدارس، داخل منازل، في مزارع. فتنوعت الاشكال هذه كلها وزادت خطورتها على مر السنوات الماضيه. ما هو مستوى يعني انتشار الألغام حاليا في الحديدة؟ إلى أي مدى هذه الألغام منتشرة؟ الحديدة وتعد من أكثر المناطق تضررا من زراعة الألغام والعبوات على مستوى اليمن كله. وهناك إصابات بين المدنيين بشكل تقريبا شبه يومي. وفرق مسام تعمل جاهدة لتقلل من عدد الإصابات بين المدنيين. حاليا جرائم الألغام ما هو تصنيفها يعني على النحو الذي تقوم به الميليشيا، في ما هو تصنيفها في القانون الدولي؟ استخدام العبوات الناسفة في مناطق مدنية وداخل مدارس ومزارع وبيوت مواطنين، أو تحويل ألغام المواد الآليات إلى ألغام أفراد باستخدام دواسات كهربائية أو وسائل أخرى، هي منافية لأي قانون دولي أو إنساني. نعم، وصلت صورة مدير مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن سيد أسامة القصيبي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.